بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي طلاب الصف السادس، أهلا بيكم من جديد. النهاردة هنكمل مع بعض الوحدة السابعة القاعدة، بس قبل ما نبدأ ياريت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وما تنساش ان في امتحان وفي تدريب هيكون مفاجأة ليكم في آخر الفيديو. يلا بينا. أول حاجة طبعا العنوان كان Zoo Animals Escape، هروب حيوانات الحديقة. هنبدأ بالحيوانات وهنشوف معانا كاتب لي ايه. اول حاجة تايجر، تايجر انطق بعدي على طول، ايجل، ايجل. الحيوان اللي بعده بنفس الترتيب اللي في الكتاب عندك، باندا، باندا. بير، بير. كانجرو، كانجرو. اللي بعده باروت، parrot. حيوان اللي بعديه deer، deer. ده معروف جدا اهو. اللي بعديه camel، camel. الحيوان اللي بعده lion، lion، lion. giraffe، giraffe. عشان نعرف نستخدم القاعدة كويس في مجموعة من الأفعال محتاجين نبقى عارفينها، وهي برضو متعلقة بالحيوانات دي، يعني استخدامها ضروري جدا. الأفعال المستخدمة في الدرس عند الفعل، هنستخدم الفعل اللي هو باللون الأحمر ده الماضي، بس عايزين نعرف المضارع بتاعه ايه. عند الفعل الأول run، ran. walk، walked. ال silent. fly، flew. fly، flew. hop، hopped. hop، hopped. يمكن تسمع الصوت مختلف، بس ده الصوت الطبيعي مع الكلمات في الماضي. القاعدة اللي عندنا هنبدأ بالقاعدة، هي القاعدة هنا بتتعلق باستخدام كلمة when في الربط بين كل من الماضي البسيط والماضي المستمر. انت بس هتفهم اول حاجة، هتاخد لمحة عن الماضي البسيط، فاكرينه وخدناه وفي فيديوهات على القناة شرحه، ارجع وهتشوف فيها الماضي البسيط شرحه سهل جدا. ايه هو الماضي البسيط؟ هو التصريف الثاني للفعل باضافة اي او اي دي او اي اي دي. طب مثلا لو الفعل غير منتظم احفظه، زي اللي هم الافعال اللي خدناها فوق دلوقتي، زي ران، ران مثلا اللي احنا خدناه. اما بالنسبة للماضي المستمر ايه هو بقى؟ ده بيعبر عن حدوث حدث، يعني حاجة حصلت في الماضي واستمرت في الماضي المدة او لفترة. النهاردة هنربط بين الحدثين، واحد كان مستمر وواحد كان بسيط. الحدث الطويل هنخليه مستمر والحدث القصير هنخليه بسيط. يبقى حدث طويل في الماضي قطعوا حدث اصغر منه في الماضي، يوضع الحدث الطويل في الماضي المستمر والحدث القصير في الماضي البسيط. هنفهم الكلام ده اعمله ازاي؟ قال لي لازم طبعا في الاول الفاعل، ده طبيعي اللي هو الفاعل او الضمير. مديني هنا was و were على حسب الفاعل. طبعا لو الفاعل مفرد هياخد was، لو جمع هياخد were. بلس يعني زائد، هنضيف الفيرب يعني الفعل مشبوكة في الفعل ing. بالطريقة دي يبقى كوننا ايه؟ جملة في زمن الماضي المستمر. اما بالنسبة للسؤال فهو سهل جدا، كل اللي عليك هتبدأ بكلمة استفهام هنا وتضيف معاها was او where، وبرضو حسب الضمير او الضمير المناسب. يعني بتقول هو مثلا يبقى what was he، انت يبقى what were you، وهكذا. وتحط الفعل الفيرب برضو وتضيف له ing. طيب والآن مع الأمثلة والتدريبات، هناخد مثال على تكوين السؤال زي ما شرحناه فوق مع الربط باستخدام كلمة when. قال لي أدي what معاها was، طبعا هنا was يبقى في ضمير مفرد يبقى هي، أدي الفيرب دو ing. what was he doing when، دايما حط في دماغك كده في الدرس بتاعنا بعد وين هنحط الجملة التانية في الماضي البسيط. فين الفاعل هنا؟ the tiger النمر،
عمل ايه؟ رام باي، جرى بالجوار. كلمة باي هنا يعني ايه؟ بالجوار، يعني عدى جنبينا، يعني دي معنى كلمة باي. طيب الإجابة بقى هنعمل بقى ايه برضو؟ بص كده، انت هتلاحظ وين فين، في الأول ولا في النص؟ من ما تكون خليك وراها بالماضي البسيط، الجملة التانية فاصلة، وخلي ايه الجملة التانية ماضي مستمر. لو وين في نص الجملة مش محتاج فصلات. طيب مثال: when the tiger ran by، عندما النمر جرى بالجوار، he was reading a newspaper، هو كان بيقرأ ايه a newspaper، يعني الأخبار. طبعا التمرينات في الكتاب المدرسي جميلة جدا، ممكن ايه نستخدمه. انا جايب لكم بعض الامثله اللي ممكن نستخدمها، هنسال فيها، نعمل نكون سؤال ونكون اجابه. يلا بينا نبدا مع التدريبات بتاعه الكتاب. اول حاجه في الصوره الاولى جايب لي ايه؟ يو، وبعدين دير يعني الغزال، رن اللي يعني بياخد الفعل رن يعني جرى، وبعدين انت بقى كنت بتعمل ايه؟ يبقى ده النص الاول هتكون بيه السؤال، انت كنت بتعمل ايه لما الغزال جرى بالجوار؟ هتقول ايه بقى؟ انا كنت اتحدث في الهاتف عندما مر الدير اللي هو الغزال بالجوار. طب يلا كده نبدأ، هنكتب. ها اول حاجة هنقول وات، طبيعي نكتبها. مين الوير؟ وات وير، هنا يو صح، وات وير يو، الفعل تفعل دوينج، عندما وين، وين بعدها ايه؟ what were you doing when. هكتب الجملة التانية the، كله ده بنكون السؤال في الصورة دي. the deer ran، او ran sorry ran by، ran by، انت كنت بتعمل ايه لما الدير جرى بالجوار؟ طيب الاجابة بقى طبعا معروفين ان الضمير يو بيتحول الى اي في الاجابه، فبقول اي هنا هغير ايه، لان اي هنا ما بتجيش معاها وير، تيجي معاها مين؟ ووز. ده في التكوين، ارجع لفوق للفيديو راجع هتلاقي الكلام ده مظبوط. كان بيعمل ايه؟ توكينج، هو كتب لي توك اون ذا فون، انا عايز ماضي مستمر، الماضي المستمر يبقى هخليها ايه؟ يا ترى اكتب توك ولا توكينج؟ فكر فكر. توكينج، وانا كنت اتحدث، لان انا لو عملت توك يبقى هخليها ايه؟ هخليها ماضي بسيط. لا انا عايز ايه الجمله تبقى ماشيه كده. I was talking on the phone، on the phone يعني انا كنت بتكلم في الفون، في التليفون. امتى الكلام ده؟ فين بقى تربط بمين؟ when. the دي مكرره يعني ما فيهاش مشكله. the deer ran باي، كلام زي الفل، سهل جدا. طيب الصورة التانية يقول لي هي، عايز بقى أسأل ماذا هو كان يفعل عندما مر الدب بالجوار. يبقى هنا هي ده عشان أكون السؤال النص الأول، ودي عشان أجيب الجملة في الماضي البسيط. بقول لي هحل معاكم كمان دي، وهسيب لكم الباقي تدريبات تحلوها لي في التعليقات. يبقى أقول لي برضو ها وات من أول السطر، حلو كده. طيب what he، what was he، what was، what was he doing، doing doing، when، what he was when، مين بيتكلم عن مين، الباندا the panda، walk ها بعد when، تبقى ايه الماضي بتاعها؟ walked by يعني بالجوار، واعمل question mark على الاستفهام. احلها كمان معاكم، هنا بنسأل عن هي، طبعا هي ما بيتغيرش، أقول هو يعني هي، was عشان بياخد was، take a nap أحول take تبقى taking، طبعا الفعل اللي آخره اي ما بحوش الاي، بقول ايه taking كده، taking a nap، وأكمل كان بياخذ قيلولة. ده كده الجملة الأولى أهي، بعد when خليك كده معايا، when عندما the panda walked باي، نفس الجملة اللي فوق أقدر أعمل لها إيه؟ استنساخ كده، وأنزل أقدر أعمل لها إيه؟ تمام، كنترول سي، وأنزل تحت وأعمل لها إيه؟ كنترول في. ده كده إيه الحل بتاعها.
طب ينفع اعمل ايه تاني؟ قال لي ينفع تستخدم وين في اول الجملة، ينفع. طب لو استخدمنا وين، خليك معي برضو، وين مين هيجي بقى؟ عندما مر الدب بالجوال. يبقى الجملة التانية بقى اللي هي الماضي ايه؟ الماضي البسيط. وين ذا باندا، كمل بقى انت الجملة. وين ذا باندا walked by he was talking taking a nap. تمام كده. بس لاحظ ان لو ان في الاول يبقى هتعمل فاصلة بعد نهاية الجملة الاولى. طبعا نمبر 3 ونمبر 4 اعتبر ان هما هوم ورك، حلهم بقى في الكومنتس في التعليقات، وانا هشوف الحل بتاعك. وطبعا الموضوع بسيط جدا. اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله.